تتواصل عمليات الربط بالطاقة الغازية للمناطق النائية المتواجدة عبر مختلف بلديات ولاية خنسلة، حيث قامت مؤسسة سونالغاز التوزيع لولاية خنسلة بإنهاء أشغال 97 مشروع تم على إثرها ربط حوالي 8680 مسكن بالطاقة الغازية بطول شبكة تقدر ب 1305 كيلومتر في الوقت الذي لا تزال فيه الأشغال جارية لربط 9 مناطق أخرى بالطاقة الغازية قبل نهاية سنة 2024 إن شاء الله. الحمد لله اليوم راهو لحقنا الغاز، حنا كنا نعانيو ونجيبو الغاز انا نهبطو لساعات نهبطو للقاي الساعه نهبطو للتوزيعات، كنا نسوفريو بزاف. اليوم الحمد لله بفضل السلطات اللي استجابت لينا ودرت لنا الغاز، نحمد ربي ونشكروه.